يقول السائل: في بلاد الكفار هل يجوز للمسلمين الجهر بالأذان والصلاة في الأماكن العامة؟ نعم، إذا كان ما يترتب على هذا محذور، إذا كان ما يترتب على هذا محذور من الكفار أنهم يتسلطون على المسلمين، فهذا واجب، واجب من الجهر بالأذان في أي مكان، إلا إذا كان إذا جهروا يحصل عليهم ضرر من الكفار فلا يجهروا به. نعم.